السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه للحديث عن انتهاك المجلس الانتقالي لاتفاق الرياض بتاسيسه لواء عسكريا جديدا في محافظه ابيان. قال مصدر عسكري ان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا شكل لواء عسكريا جديدا في محافظه ابيان. وأوضح المصدر أن القيادي في الحزام الأمني عبد اللطيف السيد أسند مهمة تشكيل اللواء إلى شقيقه حيدرة المتهم بالوقوف خلف عمليات إعدام لجنود من قوات الجيش أواخر أغسطس الماضي. ويأتي تشكيل هذا اللواء بالتزامن مع رفض قوات الانتقال للانسحاب من ضواحي مدينة الزنجبار وفق الملحق العسكري لاتفاق الرياض. إذا نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب ودوافع إنشاء الانتقالي لواء عسكريا جديدا في محافظة أبيان، ومصير اتفاق الرياض وموقف الحكومة الشرعية والسعودية من تجاوزات الانتقالي. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. في الوقت الذي ينتظر فيه من المجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بما ورد في اتفاق الرياض، يمضي الانتقالي بعيدا عن ذلك عبر تأسيسه لواء عسكريا جديدا في أبيان في انتهاك جديد لاتفاق الرياض، انتهاك يحاول الانتقال من خلاله فرض نفسه ككيان أكبر من الشرعية اليمنية، سلوك يظهر عدم اكتراثه بما ورد في اتفاق الرياض. مصادر عسكرية أكدت أن اللواء الجديد والذي سيطلق عليه اسم لواء مكافحة الإرهاب سيقوده القيادي في الانتقال حيدر السيد، وهو شقيق القيادي في الحزام الأمني عبد اللطيف السيد. مصادر في القوات الحكومية اتهمت السيد بتنفيذ إعدامات لعدد من الجنود الحكوميين كانوا قد أصيبوا بغارة جوية لمقاتلة إماراتية في نقطة العلم شرقية عدن نهاية أغسطس العام الماضي. وأمام استماتة المجلس الانتقالي الجنوبي في رفض الالتزام بما ورد في اتفاق الرياض، يتساءل مراقبون ليس عن دور التحالف في فرض تنفيذ الاتفاق فقط، بل وعن أسباب صمت الشرعية إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد وجودها في المحافظات الجنوبية. تهديد قد لا ينتج عن إلغاء وجودها في المحافظات الجنوبية فقط، بل ويعزز من فرضية فقدانها للشرعية حتى في المحافظات التي لا زالت تتمتع فيها بنفوذ ضئيل. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الرياض الناشط السياسي عادل الشبحي. سيد عادل، مساء الخير. سيد عادل، هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو أن الاتصال بسيد عادل لم يجهز بعد، أو كما يبلغني الزملاء أنه يعني أصبح جاهزا الآن. سيد عادل، هل تسمعني؟ نعم، تفضل. أهلا بك سيد عادل، وأسعد الله مساك بكل خير. مساكم الله بالنور. أهلا بك. إذا نتحدث اليوم عن المستجد الأخير في محافظة أبيان، وهو تشكيل قوات المجلس الانتقالي للواء عسكري جديد. يعني نتساءل هنا، ما الهدف من إنشاء هذا اللواء العسكري في أبيان مع ترقب الناس بأن يعني يتم تنفيذ اتفاق الرياض، وهذا الأمر يتنافى تماما مع ما وجد في الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بضيفك الكريم أستاذ سلمان وبجميع المشاهدين. وكنت أتمنى أيضا أنه خلال الأسابيع الماضية تبنيتم ولو حلقة واحدة بالعراقيل والمعوقات التي وضعها الطرف الآخر أمام تنفيذ اتفاق الرياض، مقابل حرص كبير من قبل المجلس الانتقالي على وتأكيده دائما في كل المبادئ والبيانات والتصريحات. مثل ماذا؟ مثل ماذا العرقلات سيد عادل؟ يعني لو تضعها بشكل أوضح. دعني أرجوك، دعني أكمل، لا تقاطعني. لم أقاطعك، أنت تحدثت عن أن هناك عراقيل قام بها الطرف الآخر ونحن لم نتحدث عنها. اذكر لي ما هي العراقيل. الله يحفظك، لا زلت أتكلم. سؤالك كان عن تشكيل قوات عسكرية جديدة. لم تشكل أي قوات عسكرية جديدة. الجنوب، أنا أقولها لك بصراحة بصريح العبارة، المجلس الانتقالي الجنوبي طرف رئيسي وأصيل في اتفاق الرياض وشريك أساسي في إدارة المرحلة المقبلة وتوحيد الجهود ضد الحوثي
شاء الطرف الآخر أم أبى. إن قبل بهذا الأمر فنحن مرحبين وحريصين جدا على تنفيذ اتفاق الرياض بأكثر وكل حرص وبكل مسؤولية في هذا الاتجاه. إن لم يقبل الطرف الآخر هذا شأنه، ونحن ندرك تماما خطواتنا بشكل جيد. بالنسبة لتشكيل القوات، لم تشكل أي قوات جديدة، وكل الجنوبيون، كل الجنوبيين مدنيين في حالة الدولة المدنية وعسكريين في حالة أراد أي طرف من الأطراف المساس بالأراضي الجنوبية وبالمس بالمشروع الاستراتيجي لكل الجنوبيين. هكذا نحن دائما نقولها، وكلنا جنود وكلنا عسكر وكلنا قوات مسلحة، من رئيس المجلس إلى أصغر مواطن في الجنوب، مع المشروع العربي وضد الإرهاب وضد الحوثيين وضد كل الأجندات التي تنفذ لصالح مشاريع خارجية بعيدا عن الإقليم وبعيدا عن دول التحالف العربي. ما ذكرتموه تشكيل لواء، هي هذه كل الكتائب كانت موجودة وشاركت في العديد من العمليات ضد مكافحة الإرهاب بشكل كتائب مفصلة، فقط هناك ترتيب وهيكلة زيها زي كثير من القوات. لا توجد أي إضافات جديدة ولا توجد أي تشكيلات عسكرية جديدة، لكنكم أنتم تعملون من الحبة قبة ضد المجلس الانتقالي مقابل صمتكم وسكوتكم عن الطرف الآخر. يعني نتساءل هنا أولا، يعني كيف تتحدث عن أنكم قبلتم باتفاق الرياض، ويعني ما يجري من خطوات هي تتنافى تماما مع الاتفاق؟ يعني أنت تتحدث بأنكم يعني ضد أي يعني تواجد لأي قوة غير جنوبية، ويعني ستدافعون حتى آخر قطرة دم، وتتعاملون مع الشرعية كأنها يعني قوة غاصبة ومحتلة. لماذا إذن قبلتم بهذا الاتفاق؟ أولاً، على مدى 5 سنوات لم تستطع قوات ما تسمى بالشرعية أن تحرر منطقة واحدة ولا محافظة مديرية واحدة من المناطق التي احتلها وسيطر عليها الحوثي. وكل المناطق التي تتواجد بها الشرعية الآن في المحافظات الجنوبية بشكل كامل وإلى الساحل الغربي في الحديدة وعلى حدود في مواجهة الحوثيين، كلها مناطق حررتها القوات الجنوبية، ونحن من ساعد وساهم في بقاء الشرعية إلى هذا اليوم لمدة 5 سنوات مع دول التحالف العربي. ولا ننسى الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي وكل النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية. نحن صريحين وقمنا وقدمنا كثير من التضحيات من أجل هذا المشروع. الطرف الآخر هو الذي لم يقدم، هو الذي فشل، هو الذي استغل دعم دول التحالف لمصالح الخاصة والفساد ولتنفيذ أجندات حزبية وأجندات سياسية. جميل. لكن سيد عادل، أنت حدثتني في بداية تواجدك معنا بأن هناك اختراقات أو تجاوزات قام بها الطرف الآخر خلال الأسابيع الماضية، يعني ريتك تذكر لي ما هي هذه التجاوزات كي تكون الصورة واضحة أمام المشاهد. لا أخي الكريم، هذا موضوع ذكرناه وعرجنا عليه على العديد من المرات. نحن قمنا بالانسحاب بشكل شبه كامل من كل المواقع التي كانت تحددت من قبل اللجنة المشتركة، وأيضا سمحنا لكل اللجان بزيارة كل المعسكرات والألوية، وسلمنا العديد من سلمنا الأسلحة الثقيلة، ونتواجد الآن في الجبهات المواجهة للحوثيين. نحن ندود في محافظة إب ضد الحوثيين، بينما قوات الشرعية سلمت الجوف وسلمت جزء من مأرب. نحن نحافظ على المشروع وننتصر سواء للجنوب وللشرعية وللتحالف العربي في الضالع، وأيضا نشارك في جبهة الساحل الغربي، والشرعية تسلم مئات المدرعات في يوم وليلة في نهم، ثم تسلم مئات المدرعات في الحزم في الجوف، بينما يتحدثون عن دبابة عطلانة لم تسلم من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. الشرعية لم تفعل يعني موضوع مواجهة الحوثي، موضوع الهدف الرئيسي ومواجهة الحوثي ومساندة التحالف ويعني قضيتنا في مواجهة الحوثي، هذا موضوع آخر غير موضوع استعادة الأمني وملف اقتصادي. لم يتم تعيين محافظ لعدن، لم يتم تعيين مدير. طيب سيد عادل، مناقشة هذه الأمور، رئيس الحكومة، الحكومة لم تشكل، يريدون فقط، كانوا يسعون فقط إلى ما يسمى تسليم سلاح من قبل المجلس الانتقالي، وهذا أكثر همهم. هم لم يؤمنوا بالواقع السياسي الجديد، هناك واقع سياسي. طيب سيد عادل، اتفاقية الرياض.
قضية مساندة التحالف ومساندة الشرعية ومواجهة الحوثي هذه قضية أخرى بعيدا عن موضوع ترتيب الوضع في المحافظات الجنوبية واستعادة مؤسسات الدولة ويعني تأسيس الدولة بشكل صحيح في هذه المحافظات، بمعنى أنه لا نخلط بين هذا الأمر وما يتعلق بسيطرة الميليشيات والقوات المسلحة على المدن في الجنوب. سأعود إليك وسنكمل بقية النقاط، لكن أرحب الآن بضيفي المحلل السياسي السعودي سيد سلمان عسكر. سيد سلمان مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك سيد سلمان. نتحدث اليوم عن يعني مستجد في محافظة أبين، وهو إنشاء لواء عسكري جديد، وهذا انتهاك واضح لاتفاق الرياض. يعني كيف تقيم موقف التحالف إزاء ما يحدث؟ بداية نحييك، حي ضيفك الأستاذ عادل، حي السادة المشاهدين. يعني بصراحة الأستاذ عادل تحدث بوضوح عن هذا الموضوع، وأعتقد أن وجود لواء أو عدد من الألوية سواء كانت قوات المجلس الجنوبي أو للشرعية أو للتحالف لمواجهة القاعدة أو داعش أو الإنقلابيين الحوثيين هو أمر وارد ومن حق الجميع، والهدف الذي هو أمام الجميع هو محاربة هذه العصابات الإرهابية التي طغت وأفسدت في اليمن. هناك دولة وهناك وزارة الدفاع هي من تتبنى مسألة مواجهة القاعدة، ومن تقرر تشكيل لواء عسكري جديد، ويعني من تقرر أي معركة، يعني لا تقررها جماعات أو ميليشيات. بالفعل أنا أتفق معك، ولكن عندما إذا الآن أنا لم تتضح لي بوادر بصراحة حقيقية أو صريحة حول أو حيال إنشاء لواء. كلمة إنشاء لواء عسكري ليست بالسهل، كلمة تشكيل معقول نقول يتم تشكيل من أفراد كانوا موجودين وكانوا يتبعون لوحدات متفرقة وتم توحيدهم تحت لواء واحد. أما إنشاء من الأساس شيء جديد أعتقد أنها أمر صعب ومكلف جدا ولا يمكن القيام به. إذا كان هناك مجموعات من القوات السابقة تم تجميعها في موقع معين لهدف أساسي ورئيسي وهو في ذات الأهداف المشتركة مع التحالف العربي، أنا من وجهة نظري ليس هناك أي خلاف. أعتقد وأجزم بأن الشرعية، وأنا نازلت أقول وأكرر، تأخرت كثيرا عن القيام بواجباتها ومهامها تجاه اتفاق الرياض، بدءا من تعيين محافظ لمحافظة عدن العاصمة المؤقتة الكبيرة والعظيمة، ووصولا إلى تعيين قادات عسكريين. أنا الآن أضع السؤال لك، ما الأسباب في التأخر سيد سلمان؟ ما الأسباب في التأخر؟ يعني هل هو يعني كذا نقول يعني على حسب مزاجها الشرعية يعني قررت عدم تعيين محافظ، ولا وفي الواقع يعني هناك معوقات كثيرة وهناك إرهاصات كثيرة أمام اتخاذ أي خطوة أو أي إنجاز في اتفاق الرياض؟ لا، لو نظرنا من جانبين يا عزيزي، وأنا لست مع هذا ولا مع ذاك، أنا مع شيء واحد واللي هو أن تعود الحكومة الشرعية وأن يعود الاستقرار إلى اليمن. فلذا أنا أتكلم من منظور واحد وعلى مسطرة معينة، أن الشرعية من جانبها أخفقت تماما في بنود وإجراءات اتفاق الرياض. أما لو ذهبنا إلى المجلس الانتقالي فلا يجب أن نحمل المجلس الانتقالي ما لا طاقة له يعني في الوقت الراهن. المجلس الانتقالي كان في الواجبات التي وقع الاتفاق من أساسها، تم تسليم المعدات، تم تسليم المواقع، تم تسليم كل ما طلب في الاتفاق. تنازل المجلس الانتقالي ولست متابعا. أين تم تسليمها سيد سلمان؟ أين تم تسليمها؟ يعني ما زالت القوات يعني تسيطر على العاصمة المؤقتة ويعني على استعداد بمواجهة القوات في محافظة أبين، وبالتالي وتشكيل ألوية عسكرية. متى تم هذا؟ لا 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 معليش، اللواء الذي أسس في أبين أو تقول أنشئ أو جمع حتى في العاصمة المؤقتة عدن ما زالت عناصر الانتقالي تسيطر على المدينة بشكل كامل ولم تنسحب أي قوات من المدينة. يعني اتفاق الرياض نص بشكل صحيح بأنه يعني تسليم كافة المؤسسات ودمج القوات وترتيب الوضع، لم يحدث شيء من ذلك. القوات الشرعية ما زالت يعني تقف خارج المدن و يعني احتمال المواجهة في أي لحظة. طيب ممتاز سؤالك كلامك الآن. إذن أين الشرعية؟ إذن بما أن المجلس الانتقالي يقوم بواجبه في اليمن، ونحن وأنا أكررها أمامنا جميعا هدف واحد
وهو الحوثي وتطهير اليمن، لكن بما أن المجلس الانتقالي يقوم بواجبة في الجنوب ويحمي المدنيين ويدافع عن المدن ويواجه الحوثيين، إذا من الواجب علينا أن نقول كتر خيره وبيض الله وجهه. وإذا نسأل أين الشرعية؟ بالأمس سقطت الجوف يا عزيزي، وقبلها نهم والفرقة، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر سقوط مأرب؟ ماذا بعد مأرب؟ إذا سقطت مأرب سقطت عدن يا سيدي. الحوثيين يتمددون، تحولت الشرعية من هجوم لتحرير المواقع التي سيطر عليها الحوثيين إلى مدافعة، وهذا السبب في الدفاع تسبب في سقوط عدد من المواقع في يد الحوثيين. الشماعة التي بيد الشرعية، بمعنى نفهم منك يعني أن الشرعية هي من تتحمل سبب فشل اتفاق الرياض؟ أنا لا أستطيع أن أقول فشل يا سيدي، نحن لا نحكم على الأمور بأنها فشلت، ولكن أنا أقول هناك تماهي وهناك مماطلة وهناك يعني بصراحة نوع من التجاهل لهذا الاتفاق. يعني ماذا تم؟ هناك شروط وهناك إجراءات ضمن الاتفاق لم يتم العمل بها. إذا أنا أقول أن المجلس الانتقالي قام بما يجب تجاه اتفاق الرياض، لكن لو نظرنا للشرعية لم تقدم شيء، لم تعمل شيء، لم نجد هناك مناقب. ابقى معي سيد سلمان، سأعود إليك سيد سلمان. أرحب بضيفي من مأرب السيد المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. عبد الحفيظ هل تسمعني؟ سيد عبد الحفيظ هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال فقد بالسيد عبد الحفيظ الحطامي، سيتم معاودة التواصل به لاحقا. وأعود لضيفي الناشط السياسي عادل الشبحي من الرياض. يعني سيد عادل، يعني ما قانونية إنشاء أو كما قلت تجميع القوات في محافظة أبين و تأسيس لواء عسكري كما أشرتم إلى مواجهة القاعدة، يعني من بيده اتخاذ هذا القرار اليوم؟ أنا أولا ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي. بالنسبة بخصوص اللواء، تحدث هو بالضبط كما تحدث به ضيفك الكريم الأستاذ سلمان عسكر، وهو من أهم ومن أكثر المتابعين للشأن في الداخل. هي بنفس الطريقة، هي كتائب ومنتسبيها ضمن القوات التي شاركت في العديد من العمليات وأبلت بلاء حسنا ضد القاعدة في جبال أبين التي وجهتها بعض الأحزاب، بعض القوات السياسية ضد أبين وضد الجنوب. بالنسبة لوزارة الدفاع التي تريدها أن تستلم عدن، هل تريد وزارة الدفاع التي سلمت نهم والجوف أن تستلم أيضا عدن بهذه الطريقة؟ أين وزارة الدفاع من التشكيل الجديد حتى تستلم كل الأمور ونحن الذي وقعنا عليها في اتفاق الرياض؟ أين الحكومة التي وقعنا على تشكيلها في اتفاق الرياض من أجل أن تدير المشهد الجديد والواقع السياسي الجديد في المرحلة المقبلة؟ أم تريدنا أن نسلمها لوزارة مهترئة شبه متعاملة فشلت في تحرير مدينة واحدة فقط، في تحرير 5 كيلومتر مربع، بل سلمت جزء من مأرب التي ما استطاع الحوثي يدخلها قبل. سيد عادل، هنا سؤال بسيط يعني وبلسان المواطن البسيط، يعني أنتم كيف قبلتم باتفاق وأنتم تعرفون كل هذا، يعني وأنتم أساسا على استعداد أنكم لن تنفذوا شيء في هذا الاتفاق؟ لا 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 لا، نحن قبلنا بحكومة جديدة نكون شركاء أيضا فيها في المشهد السياسي الجديد ونكون فاعلين. من المعرقل اليوم لهذا الشيء؟ هل تريد من عيدروس الزبيدي أن يصدر قرار بتشكيل حكومة جديدة؟ من المعرقل لتشكيل الحكومة التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الرياض؟ من المفروض صاحب القرار بتشكيل حكومة جديدة؟ هو قرار توافقي، لكن من المعرقل بتشكيل هذه الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة؟ نحن منذ أول يوم بعد توقيع الاتفاق نريد فتح الملف السياسي، والطرف الآخر لا يريد فتح الملف السياسي أبدا ورفض فتح الملف السياسي، وقلنا نحن لم نعترض حتى لم تقدم لنا أسماء نعترض عليها حتى يتحقق الطرف الآخر، سواء فيما يتعلق في محافظي المحافظات ومدراء الأمن أو كذلك في أسماء الوزراء. هذا الموضوع يريد أن يتهرب منه الطرف الآخر، يريد أن ينتزع سلاح المجلس الانتقالي ويريد أن يذهب بقوات المجلس الانتقالي ويشتتها، ثم يأتي بحكومة نسخة من الحكومة الفاشلة التي فشلت في إدارة المرحلة المقبلة على مدى 5 سنوات فقط. هذا هو الأمر، وإرادة الطرف الآخر
للمرحلة المقبلة. نحن وقعنا على واقع سياسي جديد يا أخي، يمكنك أنت الرجوع إلى اتفاق الرياض وقراءته بشكل جيد. اتفاق الرياض لديه فيه كثير أو الملحقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية نريدها أن تطبق بشكل فاعل وبشكل حقيقي، ونحن أبدينا حسن النية مع دول ثقة. وضحت الصورة. ونؤكد على أن اتفاق الرياض لم يفشل وسيتنفذ، ولكن وفق ما هو موضوع ووفق ما وضعته المملكة العربية السعودية. ونحن دائما نؤكد على أننا سنظل مع المملكة العربية السعودية في تنفيذ هذا الاتفاق وفي إدارة المرحلة المقبلة. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد عادل الشبحي المتحدث كما قال باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أو دائرة التواصل الخارجي، لست متأكد، ولكن أشكرك على أي حال سيد عادل الشبحي. وأرحب بضيفي مجدداً سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي يمني، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. إذن سيد عبد الحفيظ يعني يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، لم يعني يتواجد حتى اللحظة. أعود لي ضيفي السيد سلمان. يعني سيد سلمان، كما فهمت منك ومن أيضا ضيفي الذي يمثل الانتقالي بأن كل المسؤولية تذهب اليوم على الشرعية فيما يتعلق بأي إرهاصات أو فشل لاتفاق الرياض، كونها يعني لم تلتزم بالكثير من البنود التي أوضحها ضيفي وأوضحتها أنت، وأشدت أيضا بأن المجلس الانتقالي قد نفذ الكثير من الخطوات. إيه طبعا عزيزي، يعني إحنا نتكلم عن حكومة شرعية يا صاحبة القرار. المجلس الانتقالي تشكل في مرحلة زمنية وفي ظروف صعبة، ورغم ذلك أتى وفق المصالحة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية من أجل توحيد الصف ومواجهة العصابات الحوثية الإنقلابية الإيرانية. لكن ماذا تريد من المجلس الانتقالي، وماذا أريد أنا، وماذا يريد؟ ما في يد المجلس الانتقالي قدمها بكل يسر وسهولة. المشكلة، وأنا أكرر، لدى الشرعية. الشرعية حكومة شرعية لديها القرار، يعني لم تبدأ في أي إجراء، لم تعمل بأي بند من البنود، لم تقوم بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، لم تقوم. يا سيد سلمان، يعني يا سيد سلمان، أنت تستمع يوميا لخطاب المجلس الانتقالي، وضيفنا أيضا يتحدث منذ قليل بأنهم يعني يتعاملون أيضا مع الشرعية بصورة الغازي والمحتل، يعني يقولون بأنهم مستعدون أن يضحوا بآخر قطرة دم من من أجل الجنوب، وهذه التصريحات تأتي مقابل أساسا عدم تقدم الشرعية أو دخولها للمحافظات الجنوبية. على أي أساس هذا الاتفاق، وعلى أي أساس تم التوقيع إذن؟ طبعا لو نعدنا للاتفاق في البداية سيدي، أنت تعرف أن اتفاق الرياض أتى للمصالحة وجرى بوساطة سعودية ومن أجل توحيد الكلمة والصف ومن أجل توحيد القوة لمواجهة الحوثيين. كان وقتها المجلس الانتقالي نشأ في عدن، وكان حكومة يعني منفصلة، وكنت وقتها أول من عاتب المجلس الانتقالي ولماذا شق الصف، ولماذا ظهر المجلس الانتقالي الآن، وتكلمت كثيرا في هذا المجال. لكن بعد دور المملكة العربية السعودية الذي بكل صراحة تشكر عليه، تم توحيد وجهات النظر وتقارب الوجهات فيما بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، وتنازل المجلس الانتقالي عن كثير من البنود من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف. لكن في المقابل الحكومة الشرعية لم تقدم شيء يا أخي، لم تتحرك سنتي واحد فقط، لا في الجبهات ولا في الأسئلة. يعني لا مؤاخذة من علي، شيخ نسأل وينك علي محسن؟ علي محسن ماذا قدم يا أخي؟ علي محسن هو الرجل الذي فشل في إدارة الملف اليمني منذ أكثر من 25 سنة، فهل نتوقع منه نجاح الآن؟ أنا وضحت الصورة. سأعود إليك سيد سلمان، سأعود إليك سيد سلمان، وأذهب إلى ضيفي وأتمنى أن يكون جاهزا، السيد عبد الحفيظ الحطامي صحفي يمني من محافظة مأرب. سيد عبد الحفيظ هل تسمعني؟ أي نعم أسمعك الحبيب. أهلا بك ومساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. يعني نتحدث اليوم عن تأسيس لواء جديد لقوات الانتقال في محافظة أبين، والحديث عن تنافي هذا الإجراء مع اتفاق الرياض. يعني كما يتحدث ضيفي بأن أمور اتفاق الرياض من جانب الانتقالي يعني على ما يرام، المجلس الانتقالي أبدى حسنية كما يقولون وسلم الأسلحة، وبالتالي تبقى العرقلة قائمة من قبل الشرعية، لم تقدم شيء ولم تنجز
شيء مما يتعلق ببنود هذا الاتفاق، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ تحياتي لك أخي الكريم ولضيفك الكرام، وما يحدث في المحافظات الجنوبية الشعب اليمني وأيضا بتعزيز من القوات التحالف العربي، هدفها الرئيسي هو إجالة وإحباط الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الشرعية. هذه هي عاصفة الأمل وهذه هي الجهود العربية واليمنية لاستعادة الدولة والشرعية. وللأسف الشديد في هذا المسار ظهرت هناك العديد من النتوءات، ومعظمها طبعا بعضها ظهر في المحافظات الجنوبية، وللأسف الشديد وجهت خاصرتها وبندقيتها لظهر الحكومة الشرعية، ولا شك أنها طبعا أضعفت الحكومة الشرعية. إذا كان اتفاق الرياض يعني قضى بعودة الحكومة الشرعية إلى عدن، ومعروف وأصبح يسمع المواطن العادي يعرف ذلك بأنه تم إطلاق الرصاص وتم مهاجمة القصر الرئاسي، وتم حتى استهدفت اللجنة السعودية عندما أرادت القوات بحسب اتفاق الرياض أن تتوجه إلى لحج، وتم إعادتها إلى أبن، واليوم يتم استحداث لواج. طبعا هذه ضمن المحاولة خلط الأوراق ومحاولة إضعاف الشرعية، وتأتي ضمن سياسة تمزيق جهود الشرعية في تحديد الهدف، وأيضا محاولة إعاقة مسار تحرير اليمن من هذه الميليشيات الحوثية، ومحاولة أيضا لحرف مسار المعركة في اليمن، ومحاولة إحباط جهود قوات التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية من إنهاء الانقلاب وإنهاء المشروع الإيراني الذي يعربد في المنطقة العربية وأيضا في اليمن، ومحاولة طعن عبر ميليشيات الحوثي خاصرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وهذا تحول خطير في محاولة تفكيك الشرعية وقواتها التي تقاتل في العشرات من الجبهات في الجو، في مأرب، في الحديدة، في مختلف المناطق، والتي كان يجب أن تدعم بشكل قوي من التحالف، ولا يزال طبعا التحالف من خلال طلعاته الجوية يستهدف في المحافظات الجو في جبهات الصرواح وغيرها. لكن للأسف الشديد بأن ظهور ميليشيات ومسلحين وجيوش جديدة واستنساخ مسلحين في المحافظات الجنوبية أضعف حكومة الشرعية، وأيضا حتى أضعف هدف التحالف من إحباط المشروع الإيراني في اليمن. وكثير من الجبهات تراجعت بسبب الطعنات التي تعرض لها الجيش اليمني، حيث قتل قرابة 300 جندي في وكانوا متجهين بالمرور عبر عدن. لكن سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، فيما يتعلق بإنشاء اللواء العسكري وتعيش حالة من الاقتتال وعدم الأمن. نعم، لكن سيد عبد الحفيظ، يعني فيما يتعلق بإنشاء وتشكيل اللواء العسكري الجديد في محافظة أبين، يعني البعض يراه بأنه يعني شيء يعني طبيعي ولا يمس بما يتعلق باتفاق الرياض، كونه أنشئ لمواجهة عناصر القاعدة في المحافظة، وهي بالأساس يعني قوات كانت معتمدة ضمن تشكيلات أخرى سابقا. يعني كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ يا سيدي، المنطقة العسكرية الرابعة والمنطقة العسكرية الأولى تكفلت بالقضاء على تنظيم القاعدة منذ سنوات وحتى هذه اللحظة. من يقاتلون تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وكل التشكيلات الإرهابية والميليشياوية في الجنوب والشمال هي قوات الجيش الوطني، والتي تقاتل ببسالة في أكثر من جبهة. وللأسف الشديد زيد الطين بلة، وتم خلق هذه التشكيلات العسكرية الجديدة التي هي خارج أهداف التحالف، وأيضا خارج وزارة الدفاع، وأيضا حتى خارج اتفاق الرياض الأخير. يعني هل معنى ذلك بأن إذا ما تم تشكيل لواء للشرعية في لحج ولا في حتى في أبين لمواجهة القاعدة وداعش، هل يعني أن المجلس الانتقالي سيوافق على ذلك؟ طبعا لا، هذه كلها استنساخ لمسلحين جدد، استنساخ لميليشيات جديدة خارج وزارة الدفاع. عدم، شوف يا أخي الكريم، معذرة باختصار، وزارة الدفاع عندما يتم استنساخ ميليشيات ومسلحين خارج نطاق المؤسسة العسكرية، معنى ذلك أن البلد تذهب إلى الملشنة، وأي جهة تحمل السلاح خارج وزارة الدفاع هي ميليشيات، وهذا معروف في كل دول العالم.
نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الحفيظ الحطامي صحفي يمني كنت معنا من مأرب. وأعود لضيفي سلمان عسكر. يعني باختصار سيد سلمان لأن الوقت داهمنا، هو فيما يتعلق بهذا الاتفاق، هل ما زال التحالف قادر على تنفيذ هذا الاتفاق خصوصا بعد انقضاء كل هذه المدة الزمنية وأمام منجزات ضعيفة جدا لا تكاد تذكر؟ بكل ثقة أقولها أبدا، الاتفاق ناجح بإذن الله وسينجح، وأنا آمل من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الهدف والنجاح لهذا الاتفاق. جميل. الذي الجميع جميل أشكرك، في الأساس هم اليمنيين يعقدون الأمل الكبير على هذا الاتفاق. يا أخي جميل. الشعب اليمني يعقد الأمل وينتظر المتنفس للخروج من أزمة الحوثيين التي صنعوها في اليمن ودمروا بها الأرض والبشر. وضحت الصورة. الجميع أشكرك. ينظر لهذا الاتفاق أن يتحقق، ونتمنى أن يتحقق بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، كنت معنا من مدينة أبها، شكرا جزيلا لك. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، نصل إلى ختام حلقة الليلة وأشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.